المركز الكاثوليكي دائما بيعمل اذا كان اختياره الاعمال او اختياره الشخصيات، اختياره المبدعين اللي بيكرمهم بيبقى اختيار نموذجي الحقيقه. يعني النهارده في نخبه ممتازه جدا من الادباء والمؤلفين والملحنين والمطربين والممثلين والاعلاميين، لمسه وفاء منهم، ولمسة الوفاء بتيجي ساعات في التوقيت المناسب قوي، بيكون الإنسان محتاج حد يطبطب على قلبه، حد يقول له شكرا إنك فعلا بتعمل حاجة جيدة. النهاردة مجموعة كبيرة جدا مكرمة وأنا منهم، أنا بشكر المركز الكاثوليكي جدا، بشكر بير بطرس جابرييل لأنه فعلا الراجل ده بيعمل مجهود جبار جدا جدا جدا، لأن ما كنتش متوقعة إطلاقا كلمة السيد الرئيس. يعني أنا كنت بقدم البرنامج للأطفال ذوي الهمم وما كنتش متوقعة لغاية ما السيد الرئيس قال يا أستاذة رجاء، فأنا قلت له أفندم ورحت، وفاجئني بالكلمة الجميلة اللي أنا قلت إنها وسام على صدري، وأنا بعتبر إن وسام على صدر كل سيدة مصرية بتحترم نفسها وتفرض احترامها على الآخرين. ده مهم قوي قوي، ده مهم قوي إن كل سيدة مصرية أم بتربي جيل تعرف إن الجوهر هو المهم، تعرف إن السيد الرئيس بيحترم جدا المرأة، جدا بيحترم الزوجة والأم والأخت والصديقة، عايزنا كلنا نبقى صورة جميلة. فالحقيقة أنا متشكرة جدا، بشكر فخامتك تاني للمرة الألف، وأفضل طول عمري أشكرك